عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وانعم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، يا أمة الإسلام، ما أكمل تفريج الكروب، ما أكمل أن نتعاون، ما أكمل أن نعيش قلباً قلباً بالقرآن رحيمة على الله. تلك العزيمة وتلك الإرادة، أبشر بأن الله معك. قل أنت في عناية الله، قل أنت في عناية الله.